في حفظ الله ورعاية مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن الانطلاقة انطلاقة شوطنا الثاني عشر، شوط يودع أشواط المشتركات للأشواط خاصة بأيضا الصعود بعد هذا الشوط. نسير مع البداية والمركز الأول شاهين راشد بن هلال بن سالمين، ولكن شوف اللي غير في هذه اللحظة 141 يتواجد سلهود حماد بن محمد الحماد الاكتبي خذ مقدمة الشوط. المركز الثاني يتواجد مشاهدي الكرام من الجانب الآخر 173 اسمن قادم بهذا الاداء النمر سعيد بن سالم بن حضيرم الاكتبي يتواجد على المركز الصداره، غير موازين الشوط. شاهين عبد الله بن نايد بن مسلم خذ المركز الصداره في هذا الشوط، ما شاء الله تبادل سريع. المركز الثالث القادم مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنا يتواجد بحضوره، يتواجد بهذا المسار شاهين لسيد محمد بن سعيد بن خيله يتواجد على المركز الثالث، ولكن شوف الانفراد شاهين عبد الله بن نايد بن مسلم العامري يتواجد على القيادة الأولى وعلى الصدارة منفرد بمسار هذا الشوط، ولكن النمر على المركز الثاني، النمر للسيد سعيد بن سالم بن حضيرم، المركز الثالث للسيد محمد بن سعيد بن خيلة على المركز الثالث، المركز الرابع راشد بن هلال بن سالمين، ولكن مقدمة الشوط على المركز الأول وعلى البداية مسيطر بهذا المسار، مسيطر بهذا الحضور على القيادة الأولى وعلى المركز الأول. النمر وشاهين، النمر وشاهين، الصدارة، المقدمة، البداية، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة ما بين شاهين، ما بين النمر، ما بين شاهين. وصل شاهين اللحظات الأخيرة، تابع، ركز، راقب. الله 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 الله، شاهين أو النمر؟ النمر. سعيد بن سالم بن حضير المركز الثاني، شاهين راشد بن هلال الخيل المركز الثالث، عبد الله بن نايت. توقيت دقيقتين 22 و22 جزء من الثانية، 2 2 2 2 هو التوقيت الذي تسجل في هذا الشوط.